لا إله إلا الله. البث تقطع، سمحوا لي الإخوان، سمحوا لي تقطع هاد المباشر هذا. لقيت الخبر ديال الوالد ديالي، لقيت والله صافيت، لقيت الخبر ديال أبي. راهو راه الله، راه مقابل معايا. يا الله يا الله يا الله يا الله، فين هو بلاتي؟ وهذا هاو هاو، لا هاو، وهذا هاو هاو، وهاد الخبر هذا هاو هاو، وهذا اللي حط عليه يدي، وهذا القبير، وهذا يا الله يا الله يا الله، وهذا ها هو هذا. انا وردوا معايا الباب، الله يجازيكم بخير. هو القبر ديال الاب ديالي انا، ياك يدي حيت شفته انا. وهذا قصد مزيان، وهذا شفتيه، وهذا ها هو هذا القبر ديال الوالد ديالي. وهذا وهذا، نمشيو لعندو، نمشيو اجي نمشيو للقبر. زيد 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 مي هندوزو، ما عندك مين تدوس. يا الله يا الله، والله الا فرحت، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. اللهم اغفر لنا ولهم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا الله. الاخبار ديال الوالد ديالي مسكين. ايه يا بويا، الله الله، لا اله الا الله. راه جا شي واحد واقيلا جيك القبار وهادي. اما هاد الزواق وهادشي راه ما كينفعش صراحه، حتى بو مسكين بناو له القبر، داك البناء ديال القبر وداكشي. العلماء يعني راه قصحوه. السلام عليكم، هاني ولا الله يعاون، نجي عندك ولا انا نجي بلاتي؟ صبر، الله اكبر، الله 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 الله، مزيان. لا اله الا الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا اله الا الله. انتم اخوتي علي، قلت لكم ها انت هو القبر دبو وحط له، وعرفتي واش عمتي ولا شي ولا انت كيحطوا لهم هادو زعما الورد هذا الريحان زعما. اما يعني سكسوا على القبيه. لا اله الا الله، ها السميه الوالد ديالي مسكين. لا اله الا الله، اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا وله. السلام عليكم ورحمه الله. يا ابي يا ابي، هل تسمعني؟ الله يا ربي الحبيب، الله يغفر لنا وله، الله يغفر لنا وله. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين. بلات بلات، بسم الله. مزيان هاد الربيعة، الله يا ربي الحبيب، الله الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، الله أكبر، الله. مزيان دابا، كل نفس ذائقة الموت. هذا قبر المرحوم محمد النحيلي المزداد في 1943، توفي في 10 صفر 1422، نعم موافق 4 ماي 2001. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. 2001 2018 سنة. لا إله إلا الله، باش الأب ديالي غادر الحياة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وله يا ربي يا ربي يا ربي. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أكرمه يا الله، اللهم أكرمه يا الله، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، لا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أنس وحشته يا الله، اللهم أنس وحدته، واغفر لنا وله. اللهم اغفر لنا ولموتى المسلمين يا الله.
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وانس وحشتهم ووحدتهم يا الله، واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. الله 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 الله، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. الله الله اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم. هذا هو الحق يا أخي، يا أخي الحق هو هذا، وما بعد الحق إلا الضلال. الحقيقة في الدقيقة هي هذه، شتي الحقيقة في الدقيقة؟ الحق في الدقيق. الله الله اكبر، اخواني الكرام، سبحان الله العظيم. كما يحكى هذا هارون الرشيد، هارون الرشيد هذا كان من اهل الصلاح، وهذا من العلماء، وكان يعني يتولى أمور المسلمين، وكان يحب العلماء. هارون الرشيد هذا خليفة من خليفة يعني ديال الخلفاء المسلمين، غفر الله لنا وله ورضي الله عنه. هذا الرجل العظيم يعني كان يحب العلماء، في يوم من الأيام يلتقي بهذا العليم الجليل ألا وهو اسمه بهلول. هذا بهلول يعني التقى به هذا الإمام، قال له يا بهلول انصحني، انصحني يا بهلول. بهلول هينصح خليفة المسلمين، قال له بما انصحك يا رشيد؟ قال له يعني هذا القصور، هذا القصور كتملك، يعني لو كانت هذه الدنيا يعني تدوم لكانوا يعني والديك والاجداد ديالك يعني باقين حيين، يعني احياء. قال له ولكن النصيحه ديالي والموعظه ديالي ليك هي ها قصورهم وها قبورهم، ها قصورهم وها قبورهم. شنو النصيحه؟ قال له يعني ها القصور، ها القصور ديالهم وها قبورهم. انت كتشوف اليوم كندوزوا على المقبره والو، فهمتي ولا؟ المرأة دايزة حدا المقبرة وهي متبرجة والو. والنبي صلى الله عليه وسلم قالنا فيما كما جاء في الحديث بأنها تذكركم بالآخرة، والمرأة بلا ما تجي للمقبرة، النساء بلا ما يجيو للمقبرة، النساء علاش؟ حس فيهم الليو، النساء فيهم الديف، وكينوضوا لنا الروينة في المقبرة. المرأة الصالحة ما كتجيش للمقبرة، المقبرة للرجال، الرجال اللي خصهم يجيو يزوروا المقبرة. وقلبوا على دينكم، الله يرحم الوالدين، قلبوا على دينكم. الله 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 الله، هاد المقبره خصها شويه النظافه وخصها يدوروا بها شويه. الله 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 اكبر. الحقيقه هي هادي، هادي هي الحقيقه. هذا القبر ديال بوا مسكيناو، هذا قبر ابي، انه ابي، ها هو الاب ديالي مسكين، الله يغفر لنا وله. وهذا وهذا الله يغفر لنا وله، الله يغفر لنا وله، الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين. سبحان الله العظيم. كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، وديك الثالثه الاخرانيه سبحان الله كانت كتألمني والله العظيم. ولو كنا في سن المراهقه سبحان الله كنا كنسمعوا الموعظه، كنا كنحضروا للجمعه، كنا كنصليو، واخا كنا صغار. من بين الموعظه اللي استفدت منها هي اول ولد صالح يدعو له،
مش حال الشباب ديالنا مسكن والديهم مشاو غادروا الحياه. ونعوذ بالله نعوذ بالله. حنا عرفنا والدينا مسكن كيفاش في القبور ديالهم، ونطلب الله عز وجل يرحمهم ويرحم موتى المسلمين. يعني حنا كنحسنوا الظن ديالنا في ربي العالمين، حيت هو ربنا سبحانه وتعالى غفورا رحيما، والله يتوب علينا والله يعافينا. تبارك الله على اصدقائي الكرام. الله يرحم الوالدين، اللي عنده شي امه كتجي المقبره من الاحسن بلا ما تجي. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. غننسى كينوضوا روينا والمقبره بلا ما تجي ليوم الجمعه يا اخي. نعاود المقبره بلا ما تجي المقبره نهار الجمعه، بلاش، ماشي من الاصل. وحنا كنخليوها بالاثار وكنتبعوها بالعميه. ها انا دابا اليوم، اليوم الاثنين انا جيت المقبره، اليوم الاثنين. شوف شوف شوف، ها هما صغيرين، ها شوف باقو هادو باقي انت ما بلغوش حتى الحلم. شوف سبحان الله، ما هما جويجه سني. ها هما الله الله، ولهذا غنموت ما كتخسرش. ها هو واحد اخر عاوتاني، ها هو ها هو ها هو ها الاخر عاوتاني. هاو شوف هاو ها الموت الشريف. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. اخواني الكرام، احييكم دائما وابدا، واختم قولي معكم بقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت انما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كنتم معنا أعظم موعظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متاع الغرور الدنيا. السلام عليكم. أم هنايا يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء، شكرا لكم، الله يتقبل منا جميعا. الموت الموت يا أحبابي، الموت الموت يا حبيبي. شوفوا هذا الحبيب ماله مسكين. والله الله 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 يا ربي الله. ها واحد صغير وراه. الله يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. صحيح الاصدقاء الكرام. السلام عليكم.